السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار تمارين حول ليزينيغاليتي اي ليزانتيغرال، يعني التكامل والترتيب، إليكم التمرين 0-2. النص هو كالتالي: أولا، démontrer que pour tout t supérieur ou égal à 1, démontrer ceci: 1 sur t est compris entre 1 sur t au carré et 1 sur racine carrée de t. Deuxième question, istentij, déduire que pour tout x supérieur ou égal à 1, cet encadrement, logarithme népérien de x, est compris entre 1 moins 1 sur x et 2 racine carrée de x moins 2. Troisième et dernière question, donner un encadrement du nombre logarithme népérien de 2. إذن إلى شفنا هذا التمرين، التمرين 0-2، فهو كيشبه تماما تقريبا يعني الطريقة اللي غنستعملو، الطريقة اللي استعملنا في التمرين السابق ليكزيرسيس 0-1. لاحظوا معايا هنايا أن هادو كلهم دي زانفيرس، لانفيرس دو تي أو كاري، لانفيرس دو تي، لانفيرس دو راسين كاري دو تي. إذن هنا باش نوصلوا لهاد لونكادغمون هذا، جو في كومباري أو بيان جو في أوردوني، غادي نرتب تي أو كاري، تي، إي راسين كاري دو تي، بور تو تي سوبيريور أو إيكال أن. دونك لا سوليسيون سي تري تري سامبل، إذن كيما عملت في التمرين السابق، تمرين واحد، إذن غادي نديمونطري هاد الشيء هذا غرافيكمون، يعني بلا ما نمشيو نبحثو بعيد. إذن غرافيكمون غادي نشوف لو غراف ديال تي او كاري دو لا فونكسيون كي ا تي اسوسي تي او كاري، لو غراف دو لا فونكسيون كي ا تي اسوسي تي، اي لو غراف دو لا فونكسيون كي ا تي اسوسي راسين كاري دو تي بور تو تي سوبيريور او ايكال ا ان. يعني غنشوفهم كي دايرين، فينا هو الفوقاني، فينا هو الوسطاني، فينا هو اللي في الاسفل. إذن غندوزو للسوليسيون تري تري سامبل، سي اون سوليسيون. بون، ها لو غرافيك ها هو لو ريبير هو هذا، لاكس دي زابسيس، لاكس دي زوردوني. كنعرفو ان لا فونكسيون راسين كاري دو تي الغرافيك ديالها هو هذا، ها هو اللي ديفيني سور ار بلس، و لو غرافيك دايرها هكدا، كيدوز من النقطة واحد. لو غرافيك دو لا فونكسيون y ايكال ا x هي لا بروميير بيسيكتريس، ها هي دروات، سي اون دروات، ها هي. اي لا فونكسيون كي ا تي اسوسي تي او كاري، هادشي راه مقرر ديال السنة الجذع مشترك على ما اظن، هو هاد الحمر على r. لاحظوا انني راني رسمت على r، وهنا على الدومين ديالها تي او كاري، وهادي كذلك على الدومين ديالها، يمكن ليا نمدد هنا في الاسفل هكذا، وهادي على الدومين دو ديفينيسيون ديالها. اذا غادي نعطيكم تشوفوا لي غراف، هادو راه رسمتهم غير باليد، جاو شويه صعاب، ما يمكنش ليا هنايا سيغ لورديناتور ورسم باليد هكذا. اذا رسمت هاد لو غراف، هاد لي غرافيك هادو ثلاثه رسمتهم بواحد لوجيسيال، ها هو كما سترون. عفوا، اذا غادي نمشي للبيرو. اذا ها هو لو غرافيك، ها هو. لاحظوا ان ها لاكس، لي زاكس ها هما، لا فونكسيون اللي مرسومه بالزرق هي غاسين كاري دو تي، اللي بالخضر هي تي، واللي بالحمر هي لا فونكسيون كي ا تي اسوسي تي او كاري. اذا لاحظوا معايا ان هنا بور تو تي اكس سوبيريور ايكال ا ان، من هنا في المجال واحد بلس لانفيني، كتلاحظوا ان الحمر جا فوق من الخضر، والخضر جا فوق من الزرق، او بتعبير اخر لو غرافيك بلو اي اون دوسو دو غرافيك فيغ، اوسي اون دوسو دو غرافيك اون روج. وهذا اش كيعني؟ هذا كيعني ان اون ا بور توت تي سوبيريور او ايكال ا ان، غرافيكمون جو كونكلو ك تي او كاري اي بلو غران كو تي اي بلو غران كو راسين كاري دو تي، وكلهم اعداد موجبه. اذا جو كونكلو ك بور تو تي سوبيريور او ايكال ا ان، زيرو انفيريور ستريكتومون ا راسين كاري دو تي، يعني بالنسبه لي تي سوبيريور
و ايكال ان، يعني ما نديرش هنا يساوي، الا درت يساوي راه يعني بديت من هنا من صفر. اذا هنا زيرو ستريكتمون انفيريور ا راسين كاري دو تي، انفيريور و ايكال ا تي، انفيريور و ايكال ا تي او كاري. الجرافيك الاسفل راه هو الصغير، هو هذا راسين كاري دو تي صغر من تي، و تي بدورها صغر من تي او كاري. اذا هنا هاد الاعداد كلهم كبر من صفر قطعا، اذا يمكن لي نقلبهم. وكيف ما قلت في التمرين السابق رقم واحد، لا فونكسيون كي ا اكس اسوسي ان سور اكس، يعني لانفيرس، يعني كتغير الترتيب. سيتي ان فونكسيون ديكروسونت، ستريكتومون ديكروسونت. اللي كان كبير غيتقلب وغيرجع هو الصغير، ها هو. اللي كان في الوسط غيتقلب وغيبقى في مكانه. اللي كان صغر غيتقلب وغيرجع هو الكبير. اذا دونك بو تو تي سوبيريور او ايكال ا ان، on a 1 sur t au carré inférieur ou égal à 1 sur t inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t. هذا سؤال الاول. عندو زود سؤال ثاني، قلنا ليكون x اكبر او x عدد حقيقي اكبر او يساوي 1. اذا غادي ناخذ الانترفال 1 x، علاش؟ لان x كبر من 1. اذا غادي ناخذ هذا الانترفال هذا، اي بار باساج، يعني ندوز لي زينيغاليتي دي زانتيغرال، يعني هذه خاصية معروفة. إلا كانت عندي واحد لا فونكسيون صغر من واحدة أخرى، ولا أخرى صغر من الأخرى، إذن حتى لي زانتيغرال ديالهم كيبقاو في نفس الترتيب. إذن لانتيغرال دو أن أ إكس دو أن سور تي أو كاري دي تي إنفيريور أو إيكال أ لانتيغرال دو أن أ إكس دو أن سور تي دي تي إنفيريور أو إيكال أ لانتيغرال دو أن أ إكس دو أن سور راسين كاري دو تي دي تي. يعني استنتجت هاد الشيء هذا، لي زانتيغرال غيكونوا في نفس الترتيب ديال لي فونكسيون. اذا سوا دونك، اذا هنا جو في انتيغري هاد هنايا 1 سور تي او كاري، هادي بريميتيف ديالها راه هي موان 1 سور تي، راه ما كنتيش تعرف لي بريميتيف راه ما يمكنش تصوب هاد التمرين هذا. اذا موان 1 سور تي اونتر لي بورن 1 اي اكس انفيريور او ايكال 1 sur t primitive ديالها، une primitive ديالها، وهي log de valeur absolue de t. ولكن هنا t، ولكن هنا x راه كبر من واحد، واحد راه كبر من صفر. إذن ما غنديرش la valeur absolue، دونك غنكتفي la valeur absolue de t غتكون هي t. دونك log de t entre les bornes 1 x inférieur ou égal 1 sur racine carré de t، une primitive هنا راه خاصني 2 هنا، 2. اذا باش نحصل على 2 هنا غنضرب في البسط في 2 و 2، و دابغي لا لينياريتي دو لانتيغرال هاد 2 اللي ضربت فيه هنا في البسط غيخرج برا، غتصدق عندي 1 على 2 غاسين كاري دو تي. 1 على 2 غاسين كاري دو تي، اون بريميتيف ديالها راه هي غاسين كاري دو تي، وهداك لو دو راه هو اللي ضربت فيه في البسط. يعني كنضرب في البسط وفي المقام، 2 كتبقى في المقام وهاد 2 تخرج برا، هي هادي. Donc entre les bornes 1 et x. Ce qui donne f de b moins f de a, ha b ha a. D'après les formules liées les primitives. Donc moins 1 sur x moins moins. Donc à ce point, 1 sur 1, il y a 1. Inférieur ou égal à log n'est pas rien de x moins log n'est pas rien de 1. Inférieur ou égal à 2, a dit. Facteur de racine carrée de x moins racine carrée de 1, ce qui donne finalement le jamais. Tabadouli, donc on a de plus 1, 1 moins 1 sur x inférieur ou égal à log n'est pas rien de 1, il y a 0, donc ça donne log n'est pas rien de x inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2 fois 1, ça fait 2. Donc, هاني وصلت لانكادغمون اللي بغاو، لوغ دو إكس إي كومبري أونتر 1 موان 1 سور إكس إي 2 راسين كاري دو إكس موان 2 إي سوسي كيلكو سوا إكس سوبيريور أو إيكال أ 1. دوزيام كيستيون، مانتونو لا تغوازيام، أش قلنا؟ دوني أن لانكادغمون ديال لوغ دو 2. إذن بما أن هاد لانكادغمون هادا راه إلي فالابل بوغ توت إكس سوبيريور أو إيكال أ 1 بالنسبة لجميع الأعداد اللي كبر أو تساوي واحد. إذن 2 هنا لخديت إكس يساوي 2، و 2 راه كنعرفو كبر من واحد،
إذن نعود هنا غتعطيني log de 2 compris entre 1 moins 1 demi اللي هي 1 demi وهنا هي 2 2 racine carré de 2 moins 2. Voilà ce qui termine notre exercice. إذن ألقاكم في فرصة أخرى مع تمرين جديد، لكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة. حاولوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم باش توصلوا دائما بالجديد والمفيد. إذن ألقاكم في فرصة أخرى مع تمرين آخر. إلى اللقاء.